تحياتي واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم الحقيقه. ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. هيكون معانا في الجزء الاول من حلقتنا النهارده الافتتاح اللي حصل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع انتاج البنزين بشركه اسيوط لتكرير البترول. هنتناول خلال الحلقه وخاصه في الجزء الاول حقيقه اهميه هذا المجمع، وكمان هنتناول المدن الجديده والتخطيط العمراني واهتمام الدوله بالاراضي الزراعيه في صعيد مصر. الجزء الثاني بقى في الحلقه النهارده هيكون عن مدينه الدواء ودعم الاستثمار الدوائي في مصر، وقد ايه هيكون ليه عائد بشكل كبير جدا على مصر في الفتره اللي جايه. هيكون ضيفنا في الاستوديو دكتور حماده شريف، معاون رئيس هيئه الدواء المصريه لشؤون التواصل المجتمعي. خلونا كده نبدا الحلقه مع حضراتكم ونقول بسم الله. درجه القرب المعلومه دي هل اخر تفاصيل الخاصه بهذا الاجتماع فعلا في دقه جدا في عمليه الترميم؟ النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مجمع انتاج البنزين بشركة اسيوط لتكرير البترول بمحافظة اسيوط. اهمية ايه المجمع ده وايه العائد منه على اهلنا في الصعيد؟ يمكن هنعرفه اكتر واكتر خلال الجزء الاول من حلقتنا. النهاردة الرئيس برضو اتكلم في تحدي كبير يمكن بتخوضه الدولة، وإن الدولة بتواجه هذا التحدي هو قبول المواطنين الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة ورفع الوعي والثقافة حول خطورة البناء على الأراضي الزراعية. أضاف كمان الرئيس أنه على مدار 60 سنة تم البناء على الأراضي الزراعية رغم محدودية الأرض المتاحة ووجود الظهير الصحراوي. تقريباً على كل الأراضي الزراعية اللي موجودة على مدار أكتر من 60-70 سنة إحنا كنا بنعمل كده. إحنا كمصريين بنعمل كده رغم محدودية الأرض المتاحة، ورغم إن موجود في الظهير لكل الصعيد التسع محافظات دول أو الثمان محافظات اللي بنتكلم عليهم عندهم أراضي صحراوية ممتدة نقدر نعمل عليها كل حاجة ونحتفظ بجزء كبير من الأراضي الزراعية كده. أنا بقول لأهلنا اللي بيسمعونا مش بس في الصعيد ولكن في الدلتا، المية جنبك أهي، المية جنبك أهي. أنا ما بتكلفش كتير عشان أنقل المية للأرض الزراعية اللي إحنا قدامنا دي، ما بتكلفش كتير. لكن لما حب أعمل أي مشروع تاني وآخد المية دي أوديها في ظهير صحراوي على مسافة 70-80 كيلو منها يكلفني مليارات الجنيهات. ومش بس كده، هبقى كمان محتاج اعمل تجمعات عمرانيه تخدم على ده بكل ما تعنيه او ما تتطلبه من بنيه اساسيه من طرق وكهرباء ومحطات معالجه لميه الشرب ومعالجه للصرف الصحي، يعني ارقام كبيره جدا جدا. معنا دلوقتي على التليفون المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئه البترول سابقا، تحياتي لحضرتك يا فندم. وعايزين كده نشرح للساده المشاهدين اكتر واكتر هو ايه اهميه المجمع ده وان هو يكون اكبر مجمع للبنزين في الوجه القبلي، ده الاستفاده منه هتكون ازاي سواء كان لي انا كمواطن او كمان للدوله بشكل عام؟ بقى بص حضرتك بسهوله شديده جدا كده،
احنا منطقة أسيوط كانت لا تستطيع إنتاج البنزين، خصوصا البنزين اللي هو عالي الجودة، البنزين 95 92 و80. فبيحصل إيه؟ إن احنا بننقل مكونات البنزين ده من القاهرة أو من السويس من اسكندرية وننقله عبر خطوط الأنابيب لغاية أسيوط. وساعات في أثناء الاختناقات، أثناء الاختناقات خطوط الأنابيب في النقل، إن احنا مش الخطوط دي بننقل فيها بنزين بس، احنا بننقل فيها العديد من المنتجات الأخرى، فبساعات تختنق، فبننقل بنلجأ إلى نقل البنزين من الوجه البحري أو القاهرة والسويس إلى الصعيد عبر ناقلات اللي هي الشاحنات البترولية اللي هي اللواري، يعني اللواري أو الشاحنات البترولية. فبننقل، فطبعا دي عملية صعبة جدا، خصوصا في النمو اللي حاصل في صعيد مصر، في طبعا واضح جدا النمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي اللي جاري في الصعيد، وطبعا ان احنا عشان نوفر له كميات النهاردة وبكرة وفي المستقبل طبعا ده ما ينفعش بالامكانيات اللي متاحة دي. فكان التفكير ان احنا نبني مجمع ضخم جدا يكفي احتياجات الصعيد بالكامل من كافة أنواع البنزين اللي هم سواء الـ 95 92 و80 وصفر، أو إذا كان البنزين 80 حيتم يعني تحسين جودته أكتر من كده، هذا المجمع قادر إن هو يلبي أي نوعية من نوعيات الوقود. طيب هي ليه مصر كانت يعني متأخرة في الخطوة دي لحد دلوقتي؟ يعني الإنجاز إن هو يجي في التوقيت ده وفي النطاق الجغرافي المهم ده إيه دلالته؟ دلالته ان الاهتمام كبير جدا بالوجه الابلي، دلالته الاهتمام بمتطلباته، اهتمام بتامين احتياجاته بصفه مستمره، ودي سياسه الدوله بصفه عامه ان هي لما بتيجي نبص ونشوف ان الاحتياجات في حاله تزايد مستمر، وده اللي حصل فعلا في صعيد مصر، فبالتالي انت لازم تخططي بشكل غير اللي انت واقفه عليه. هو ليه ما حصلش قبل كده في سنين قبل كده فاتت؟ كان الاستهلاك قليل طبعا. كان الاستهلاك قليل، فكنا طبعا بندفع البنزين اللي هي المكونات العالية الجودة بندفعها من القاهرة في الغالب عبر خطوط الأنابيب وعبر سكة الحديد، وأحيانا كنا بننقل بالشاحنات البترولية اللي هي اللواري البترولية. فطبعا في حال تعظم الاستهلاك زي ما حصل الأيام دي في الصعيد طبعا كانت هتسبب مشكلة في المستقبل، فطبعا احنا لازم نفكر في المستقبل ما نفكرش تحت رجلينا، عشان كده كانت الحاجة ماسة جدا ان احنا ننفذ الوحدة دي في التوقيت ده. انا بشكر حضرتك طبعا مهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول سابقا على هذه المشاركة والإيضاحات. معنا دلوقتي الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معنا دلوقتي على التليفون. يا دكتور سعد تحياتي لحضرتك واهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا فندم. لو نتكلم على هذا النطاق الاستراتيجي والجغرافي المهم جدا 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 واللي عانى سنين فاتت من التهميش صعيد مصر، وان هو دلوقتي يبقى في أولوية الدولة ويبقى في مساواة في الحقوق والواجبات والعدالة من قبل الدولة تجاه صعيد مصر، الأهمية دي ايه في المجال الزراعي فيه؟ المجال الزراعي طبعا زي ما بنشوف سيادة الرئيس دايما بيقول ان الصعيد والريف المصري بصفة عامة حتى في الوجه البحري بيبقى اهتمام ورعاية كاملة من القيادة السياسية. يتمثل ذلك في تأكيد الرئيس دايما على ضرورة زيادة الانتاج الزراعي والغذائي أفقي ورأسي نباتي وحيواني وداجني وسمكي صعيد وفي الوجه البحري، لأن أزمة كورونا في الفترة الأخيرة أوضحت أن كثير من الدول النامية وحتى بعض الدول الغنية ماليا واجهت صعوبات في الحصول على الغذاء، بعكس الحال اللي حصل في مصر، لأن الدول المصدرة الكبيرة للغذاء زي روسيا وفرنسا وأوكرانيا وضعت قيود على تصدير الحاصلات الزراعية والغذاء بتاعها إلى الخارج للحفاظ على الغذاء لتلبية احتياجات شعوبها وسكانها. من هنا الرئيس دايما بيركز على أهمية الزراعة والاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية زادت في السنوات الأخيرة جدا، وهناك متابعة شبه يومية من فخامة الرئيس إلى قطاع الزراعة
والمشروعات اللي فيه. وطبعا الدولة بتنفذ العديد من المشروعات القومية زي استصلاح الأراضي. عندنا مثلا مشروع الريف المصري اللي هو 1.5 مليون فدان، ده 65% منه بيقع في الصعيد. يعني 65% من 1.5 مليون فدان الجديدة بتقع في الصعيد، إيمانا بأن الصعيد لازم ياخد حقه في المشروعات القومية. ونص مليون فدان تاني في سيناء، ونص مليون حاليا بينفذ في طبعا الدلتا الجديدة في محور الضبعة. يعني بنتكلم على 3 مليون فدان جديدة في السبع سنين الأخيرة، بتمثل حوالي ثلث المساحة المزروعة في مصر منذ فجر التاريخ اللي احنا. هل ده بيوازي فكرة يعني ده بيوازي بناء يعني أو خطورة البناء على الأراضي الزراعية خاصة في منطقة الصعيد؟ تمام. طيب الوعي بقى بالموضوع ده يعني برضو أيوة. نشتغل بيه ازاي؟ عايز نقول لأهالينا الفلاحين في الصعيد وفي الريف المصري في الدلتا أيضا، احنا كان عدد سكان مصر على فكرة في بداية القرن الثامن التاسع عشر ألف سنة 1800 كان 3 مليون نسمة، وكان مساحة الأراضي الزراعية 3 مليون فدان. يعني كان كل واحد من السكان عنده إيه فدان. وفي بداية القرن العشرين 1900 بقى عدد السكان 11 والأرض الزراعية بقت 5 مليون فدان، يعني نصيب كل واحد نقص إلى نصف فدان. بدأ السكان يزيدوا بقى بمعدل أعلى من زيادة الأراضي الجديدة. في ثورة 52 كان عددنا 19 مليون. في سنة 82 كنا 43 مليون، دلوقتي احنا 100 مليون. الأرض زادت صحيح من 3 في بداية القرن الثامن عشر ب 9.4 مليون فدان، لكن نصيب الفرد بقى عارفة حضرتك بقى كام؟ إيراثيا فدان 24 إيراث، يعني نصيب الفرد من السكان بقى 1/12 من الفدان. واحنا ساكنين على مساحة قليلة جدا من مساحة مصر الكلية اللي هي 1,000,000 كيلومتر مربع. فليه احنا نبني على الاراضي القديمه اللي هي غنيه واللي هي خصبه واللي هي صينيه واللي هي انتاجيتها عاليه واللي هي ميتها بتيجي من النيل مباشره الى الترع الى المراوي الى المتاعي الى الحقل مباشره دون تحميل تكاليف للدوله، ونبتدي نصلح اراضي جديده؟ الاراضي الجديده صحيح ضروري نصلح اراضي جديده، لكن تكلفتها عاليه جدا. احنا شفنا مثلا عشان نعمل معالجه محطه معالجه المياه الصرف في بحر البقر تكلفت 18 مليار جنيه عشان توصل ل 2 مليار متر مكعب في السنه. بنعمل محطه معالجه ثانيه في الضبعه والدلتا الجديده بطاقه 6 مليار متر مكعب في السنه، هتتكلف الاف المليارات من الجنيهات. الارض الجديده عشان توصل انتاجيتها للارض القديمه تاخد وقت ومكلفة جدا. طيب أنا لو بنيت على الأراضي القديمة الناس هتاكل منين؟ والناس كمان هتشتغل فين؟ 25% من سكان مصر بيشتغلوا في الزراعة، ومصر معتمدة على الغذاء من الزراعة، وصادراتنا الزراعية بتمثل 17% من إجمالي صادراتنا حوالي 5 مليار دولار في السنة. طيب لو بنينا على الأرض القديمة دي انتاجيتها عاليه والخصبه واللي ميتها متوفره بدون تكاليف، الناس اللي قاعدين في القرى القديمه دي هيشتغلوا ايه؟ وياكلوا منين؟ فعشان كده الدستور بتاعنا بتاع 2014 اكد على ان الوظيفه الاجتماعيه للارض الزراعيه هي انتاج الغذاء وتحقيق الامن الغذائي للشعب المصري اللي هو جزء لا يتجزا من الامن القومي. وعشان كده فخامه الرئيس اكد على الازاله الفوريه لأي تعدي على الأراضي الزراعية. كان يعني كان قبل كده حد يتعدى على الأرض الزراعية نعمل له محضر في الشرطة، وبعدين يروح النيابة، وبعدين المحكمة، ياخد سنوات على ما يجي يديل المبنى أو يديل الأرض السكن، يبقى فيه طبعا أولاد وحاجات كده. الدراسة الأمنية تقول صعب إن احنا نديل. عشان كده الرئيس قال ان احنا لازم اي تعدي على الاراضي الزراعيه لابد ان تزال. واهالينا الفلاحين اعتقد عندهم الوعي الكافي ان الارض دي مصدر الغذاء، مصدر الامن الغذائي، مصدر صحيح. امن قومي.
لا هي ممكن كانت يعني تحسب بفكره ان دي ارضي فانا ابني عليها زي ما انا عاوز، لكن هي الفكره كلها ان هي مش ارض حضرتك لوحدك، دي ارض مصر كلها والشعب المصري. الدستور بيقول كده، بيقول ان الوظيفه الاجتماعيه للارض الزراعيه هي توفير الغذاء للشعب المصري وتحقيق الامن الغذائي، واللي هو جزء من لا يتجزأ من الامن القومي، واذا حدث اعتداء على الاراضي الزراعيه على الدوله ان تعيد الارض الى وظيفتها الاصليه وهي الزراعه. صحيح. بعض الناس كانت بتفكر في ان ممكن يعني تعملي يعني استيلاء على الارض المعتدى عليها والدوله تزرعها بنفسها اما بالايجار او بالتمليك، يعني عايزين نصل لكده. احنا عارفين ان اهالينا عندهم من الوعي الكافي، طب ما هي مصدر دخله ومصدر عمله لو بنى عليها. طب هياكل منين؟ لا ما هو بيشوف المنفعه ان انا اسكن ولادي جنب الاراضي الزراعيه اللي هي بتاعتي، فبالتالي انا بوازن ما بين الناحيه المعماريه والناحيه الزراعيه، ده فكره. لكن هو ما يعرفش انعكاس ده على الواقع المجتمعي ايه. وبعدين احنا بنتكلم بنقول احنا ساكنين على 7% ولا 14% من مليون كيلو متر مربع مساحه مصر، ما فيش محافظه في مصر ما لهاش ظهير صحراوي. ما نتوسع في الظهير الصحراوي، نتوسع في نعمل تخطيط عمراني للقرى، توسع رأسي. وإن كان ده برضو لا ينفي فكرة الحفاظ على الأراضي الزراعية الأصلية ملك مصر طبعاً. في الأساس دكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. الرئيس كمان شدد على ضرورة مواجهة زيادة النمو السكاني، وقال إن إقامة المدن الجديدة بتهدف في الأساس إلى جذب الناس للحياة فيها مع توفير فرص استثمارية وبناء مدن صناعية لتوفير فرص عمل واللي تستوعب المزيد من الأيادي العاملة. احنا بنعمل المدن دي عشان تاخد تجتذب الناس وتعيش فيها، واحنا بنعمل المدن دي بندور على فرص استثمار من مناطق صناعية وخلافه عشان يبقى في ظهير صناعي يقدر يوفر فرص عمل للناس اللي سكنت ديت، لان احنا الارض الزراعيه ما بقتش كفايه للي هنا. طب بالمناسبه انا هقول لكم على حاجه، الارض الزراعيه هنا كانت معموله قبل كده على مدى 200 300 400 حتى لو قلنا 1000 سنه قبل كده على امتداد النيل ده، وتكلفتها كانت البلد دفعتها كناس وكمستثمرين وكدول وكحكومات على مدى السنين اللي فاتت. النهارده الفدان ده اللي موجود دلوقتي انا ما بدفعش فلوس في استصلاحه، لا بنيه اساسيه ولا اي حاجه. صدقوني وانا بقول الدوله الكلام ده، مش بس لينا كلنا بقى يا جماعه، احنا بنتحرك عشان نضيف للارض الزراعيه نسبه من الارض الزراعيه تعوض اللي قال عليه الدكتور معيد في ان احنا نوفر السلع الاساسيه من قمح ويعني ومطالب الغذاء للمصريين ما امكن. معانا على التليفون الدكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني. يا دكتور محمود تحياتي لحضرتك واهلا وسهلا بيك. دائما نحن أعداء ما نجهل، أي منطقة جديدة أو أي مدينة جديدة دايما بنخاف منها في الأول ونقول إن نعرفه أحسن ما نعرفوش والكلام ده كله، لكن مصر كان ليها استراتيجية في بناء المدن الجديدة في هذا التوقيت، لو عمرانيا نقدر إن احنا نتكلم فيها وكمان من ناحية التخطيط الاستراتيجي ليها لجذب السكان إليها في هذه المناطق الجديدة. دكتور محمود تمام حضرتك تمام. سمعت سؤالي ولا اعيده تاني؟ لا ده والله سمعته تمام. اتفضل يا فندم. طب شوف حضرتك، احنا كانت الاشكاليه الكبيره عندنا في مدن الجيل الاول والثاني والثالث ان احنا بنيناها على فكره انه عند انشاء مجتمع عمراني يستحسن تقليل الرابط بين هذه المجتمعات والمجتمعات القائمه لتخفيف العبء عن المجتمعات القائمه. وهذه النظريه اسفرت عن ايه؟ عن أن المدن الجديدة جيل الأول والثاني والثالث لم تستوعب الأعداد المستهدفة لهذه المدن ولم تنجح بالقدر الكافي. إحنا في تجربتنا الحالية استفدنا من هذه التجربة من هذا الدرس في أننا ننشئ تجمعات عمرانية الروابط فيها تتعدد، وسائل النقل تتعدد، شبكة طرق
على المستوى القومي والإقليمي والمحلي، ربط داخلي وربط خارجي. قوة هذا الربط هو الذي يزيد من فرص نمو المجتمعات العمرانية الجديدة ويجعل معدلات نموها أسرع. إحنا المجتمعات الجيل الأول والثاني والثالث كان معدل النمو بطيء جدا لأني فصلت بينها ولم أعمل على زيادة الربط. الآن نحن نفذنا أكبر خطة قومية في توسعة شبكة الطرق وزيادة الروابط وفك الانعزال المكاني. احنا الصعيد كل قرى الصعيد كانت بتعاني من التكدس وانخفاض مستوى جودة الحياة وعدم وجود مناطق استثمارية. كل ده كان المدخل الأساسي له ان احنا ننشئ شبكة طرق متعددة المسارات متعددة الوسائل ذات كفاءة عالية، وهذه الخطوة تمت. وبالتالي الظهير الصحراوي وتجربته في السابق لم تنجح لعدم وجود شبكة طرق ووسائل نقل قوية تربط بين العمران القائم والعمران الحديث. نحن الآن استفادة من التجربة السابقة بدأنا بهذه الخطوة. عندنا 14 محور عرض يربط الشرق بالغرب في محافظات الصعيد. ده داعم مش مجرد وسيلة انتقال وسهولة انتقال، ده تكامل اقتصادي ونقل سكان وخدمات وتبادل الخدمات والإسكان والأنشطة. ليس مجرد محور حركة، ده هو ناقل للتنمية بين ضفتي النيل. وطبعا احنا النقطة اللي أثارها سيادة الرئيس نقطة حقيقية واجهتنا كمخططين، رغبات واتجاه الناس. أنا ممكن أعمل تجمعات فيها كل مقومات الجذب خدمات وأنشطة، لكن لا تتجه إليه الناس. لكن إحنا حاليا كل مخططاتنا بتتضمن مشاركة للمجتمع المستهدف، الناس بتشارك وتبدي رأيها في هذا الوضع، لأنه في القديم كان بيحصل له تفكك وتناصر ويترك الموقع القديم إلى موقع جديد لا يجهله ولا يعرفه ولا يألفه ولم يستوعبه وتنفك. ايه بقى اللي عملته مصر يا دكتور؟ يعني ده الجديد بقى أفندم. ايه اللي عملته مصر عشان تقدر انها تجذب الناس لهذه المناطق الجديدة؟ اول خطوة حضرتك قلتيها حضرتك في بداية الحديث، الناس عدو بقى الانسان عدو ما يجهل. والانسان برضو دوركايم قال ايه، الناس تطلب ما تعرف. وهنا كان البعد الاجتماعي كان غائب تماما. احنا بنخطط لمين واحتياجاته ايه ورغباته ايه ودوره ايه ومشاركته ايه وهو عايز ايه. احنا استمعنا ليه في كل المشروعات اللي حصلت، مثلث مسبير وغيرها. ومن هنا في الان في قبول، ودرجه القبول الاجتماعي عاليه جدا. وهو ده كلمه السر، ونجاح المجتمعات تكمن في قبول الناس واستيعابهم ومشاركتهم لهذا المستهدف وهذا الذي يحدث. لان الجذب ما هوش مجرد مباني، جذب له عوامل أخرى ترتبط باحتياج الإنسان وثقافته ومدى توافقه مع هذا العمران الجديد. هي دي النقطة اللي سيادة الرئيس شرحها الحقيقة بكل وضوح، وكانت محاضرة لنا جميعا كمخططين قبل أن نكون كأفراد مجتمع. لو بنتكلم برضو يعني في حياة كريمة، نعم، وبنتكلم أن فيها تركيز كبير جدا من الدولة وأولوية يعني في الخطة الاستراتيجية، لو بنتكلم إن هي برضو التخطيط فيها والمناطق الجغرافية والقرى الأكثر احتياجا، الكلام ده برضو نقدر إن احنا يعني ندرجه مع المدن الجديدة والمشاريع اللي مصر بتعملها في هذا الإطار. نعم، احنا كان عندنا الحضر 25% من الصعيد هو حضر و 75% الريف. والريف تعرفي حضرتك كان هو الريف في الصعيد هو المولد الأساسي للعشوائيات في المدن الكبرى وفي القطاع اللي هو بحري ودلتا. الدلتا كانت بتعاني، وأصلا احنا كنا بنعاني العشوائيات بنعالجها مع علاج موضعي. كنا بنفتقد إلى إيه؟ إن المولد الرئيسي للعشوائيات باقي والتجمعات الطاردة باقية، اللي هي تجمعات في الصعيد اللي هي لنقص الخدمات وفرص العمل وانخفاض مستويات الحياة. أنا الآن العلاج بتاع الريف الصعيد هو الحل الحقيقي لمشكلة العشوائيات على مستوى مصر ده، لأنه هيثبت السكان في مواقعهم ويقدم لهم الخدمات، فضلا عن تطوير العمران القائم بمجتمعات عمرانية جديدة توفر فرص العمل والخدمات
وفقا لاحتياجات هؤلاء. احنا مش بنخطط لعلامه استفهام. الان اقتربنا كثيرا من الناس بالوعي وبالاعلام وبالتفسير والمشاركه وجلسات الاستماع، كل هذا قرب المسافات واصبح الناس تطلب فعلا ما تعرف. الناس بتقبل على اي مشروع اسكان، كان صحيح. هناك مشاريع اسكان تعرض ولا تقبل في فترات سابقه. تعرفي حضرتك 30 ميزانيه حياه كريمه هو للصعيد، وهذا يعني الحقيقه نعم. اولويه صحيحه. يمكن الرئيس اتكلم النهارده عن حياه كريمه. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا. دكتور محمود غيث رئيس الجمعيه المصريه للتخطيط العمراني، استكمالا لما نتحدث فيه كان مع دكتور محمود حياه كريمه، اشار النهارده الرئيس ان ما يقرب من 97% يعني النصيب الاكبر لقرى الصعيد في حياه كريمه. نسمع الرئيس قال ايه في النقطه دي ونرجع تاني لحضراتكم. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد وللمصريين اللي بيسمعونا إن حجم الجهد اللي بيبذل، وأنا لما قلته كذا مرة قبل كده يعني ما كنتش ببالغ، بقول لكم اللي ما تم إنجازه في السنين السبع اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق، مش بس ما فيش عمل من غير إنفاق. إحنا بنتكلم في أرقام ضخمة جدا تم ضخها في صالح لصالح مجابهة يعني عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. طيب أنا عايز أقول لكم، هل موضوع التنمية وموضوع الجهد بتاع الدولة يتوقف ونقول إن إحنا حتى بعد ما نخلص حياة كريمة هيبقى ده معناه ان احنا خلصنا وكده؟ لا، حركة التطوير وزي ما قال كده برضو الزملاء قالوا ان الجودة والرفاهية اللي بنتكلم عليها بتتطلب من ان احنا نستمر في العمل وفي تحسين ما لدينا، في تحسين اللي عملناه نحسنه ونضيف ليه اكتر. ده يمكن الجزء الأول من حلقتنا النهاردة في الحقيقة، ويمكن هو يوم فارق للمصريين بشكل عام والأهل الصعيد بشكل خاص. والحقيقة مش النهاردة بس، هو أسبوع الصعيد، يعني في افتتاحات تانية هنشوفها إن شاء الله خلال الأسبوع ده في الصعيد العظيم. وخلينا نقول إن أهالينا في الصعيد ومنطقة الصعيد كانت قد إيه مستنية أيام زي دي تحصل في مصر،
مستنية أن يبقى في تكافؤ في الفرص ما بين كل المحافظات، الدلتا زي وجه بحري زي وجه قبلي، يبقى أنا مش مضطر أن أنا كمواطن صعيدي أن أنا عشان ألاقي أكل عيش أو ألاقي فرصة تعليم أو شغل أن أنا أروح الحضر زي ما بنقول كده، أو أن أنا أسافر لمحافظة تانية عشان أقدر أن أنا ألاقي فرصة متكافئة المفترض أنها تقدم لي في البلد اللي أنا عايش فيها، مش أن أنا أروح محافظة تانية أو بلد تانية. مصر سعية في ده، مصر حاطة الإرادة والإدارة، سبحان الله، يعني الحروف دي مش صدفة، ولكن هي في تزامن شرطي ما بين التوافق وما بين صدفة الحروف دي، أن طالما في إرادة هيبقى في إرادة وإدارة لتحقيق الأهداف، وده اللي بيحصل في مصر، إن إحنا مش هنلاقي في يوم وليلة فجأة إن الصعيد بقى منور وإن خلاص بقى فيه تكافؤ فرص، ولكن إحنا ماشيين في الخطة دي، ماشيين في البداية الحقيقية اللي إحنا بدأت إنها تظهر على النور، لأن الصعيد مش هنقدر إن إحنا نختلف، هو عانى كتير وصبر كتير وأهالينا صبروا كتير، ولكن جاء الوقت، جه اللي احنا بنشوفه مرة تانية قبل كده كنا بنقراه في التاريخ من 1800 وكذا، دلوقتي احنا بنعيد التاريخ تاني، بنعيد ان فيه يبقى بصمة حقيقية في الجمهورية الجديدة اللي بتضم من كل المحافظات المصرية. فصل قصير ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا. هيئة الدواء المصرية في يناير 2020 الرئيس أصدر قرار رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. الحقيقة الهيئة دي إحنا محتاجين إحنا كمصريين نعرف هي بتقدم لنا إيه كمواطنين، وفي نفس الوقت بتقدم إيه بقى لبلدنا، يعني إيه الفارق اللي بيحصل في مصر عن طريق هيئة الدواء المصرية. ولازم نعرف ان هيئه الدواء المصريه غير مدينه الدواء المصريه، يعني في فرق بين الاثنين، واللي هيشرح لنا ده اكتر الدكتور حماده شريف معاون رئيس هيئه الدواء المصريه لشؤون التواصل المجتمعي. دكتور حماده اهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بحضرتك. ايه الفرق ما بين هيئه الدواء المصريه ومدينه الدواء المصريه؟ مبدئيا هيئه الدواء المصريه هي هيئه رقابيه خدميه تابعه لرئاسه الوزراء، مسؤوله عن الرقابه عن الامن الدوائي المصري. تمام. لما اقول الرقابه على الامن الدوائي المصري انا بتكلم على كل المراحل اللي بيعدي عليها الدواء، من اول ترخيص المنشات الصيدليه من مصانع ومخازن شركات توزيع مكاتب علميه انتهاء بالصيدليات، ومراحل المراقبه على الجوده من خلال التحاليل المعمليه، وانتهاء بالتوزيع والتداول في الصيدليات. دي الرحله بيعدي بيها الدواء. هيئه الدواء مسؤوله عن الرقابه في كل المراحل، مع الرقابه على المواد الدعائيه اللي بتنزل، مع توعيه المواطنين بالاستخدام الامن للدواء. ده أي دواء؟ أي دواء، سواء مستورد سواء يعني لسه هسألك في حتة المحل دي برضو. طيب بس أيا كان أي دواء هو الهيئة بتبقى منوطة بالكلام ده، الدواء البشري والدواء البيطري والدواء العشبي والمستلزمات الطبية والدواء العشبي كمان. الدواء العشبي في ناس بتتاجر من الموضوع ده كتير، انت عارف هنتكلم فيها برضو. هنتكلم فيها. طيب مدينة الدواء، مدينة الدواء هي ذراع للدولة لمنع الاحتكار. الدولة عشان تضمن منع الاحتكار وتوافر الدواء للمريض المصري بجودة وأمان وفعالية أنشأت مدينة الدواء علشان تنتج للمريض المصري الأدوية الاستراتيجية اللي تخليه يقدر يوصل للدواء بسهولة، وفي نفس الوقت ده يبقى مكان أقدر أصدر منه واحتل الريادة مرة تانية في السوق الأفريقي وفي الشرق الأوسط، مكان كمان أقدر أن أنا أعمل شراكة مع شركات عالمية تيجي تنتج عندي في مدينة الدواء، لأني بوفر فيها جودة عالية، بوفر فيها قدرات بشرية أعتقد مش موجودة في أماكن كتير، بوفر فيها تكنولوجيا حديثة. طيب هو إيه اللي فرق يعني إصدار إن يبقى فيه هيئة دواء مصرية، يعني ما قبل 2020 وما بعد 2020، إيه اللي فرق في فكرة إن مصر يبقى عندها هيئة هي منوطة بالمسؤولية اللي حضرتك تفضلت بيها، وفي نفس الوقت إيه النتائج المنتظرة منها؟ طيب أول فرق، إحنا دايماً بيبقى عندنا مشكلة ان بيتبصلنا من منظمات العالميه زي منظمه الصحه العالميه زي الاي سي اتش، بعض المنظمات العالميه الكبيره بتحب تتعامل مع مكان او كيان واحد منوط بالرقابه على الدواء. ده رقم واحد. رقم اتنين، عشان اقدر اعمل شراكه اقدر اوصل بيها للتصدير لازم يكون عندي كيان واحد. رقم ثلاثة، جذب الاستثمار وتوطين الصناعه يلزمهم وجود هيئه رقابيه موحده، المستثمر بيثق لما يلاقي المنتج بتاعه تحت مظله واحده. هقدر ارخص،
هقدر اتداول، هقدر اراقب، هقدر اعمل كل الخطوات تحت نفس المظله، ما يبقاش في تشتيت. بالظبط كده. طيب احنا واصلين لفين بقى في مجال الدواء؟ طيب احنا النهارده لازم نوضح حاجه مهمه قوي. هو احنا دايما بنتكلم على توطين الدواء، هل صناعه الدواء في مصر صناعه حديثه ولا صناعه قديمه؟ الاجابه هي صناعه قديمه موجوده من الستينات. موجوده. ممكن تختلف معاك تقول لك من ايام المصريين القدماء اصلا يعني. دي حقيقه. هي صناعه قديمه موجوده من زمان. من الستينات حصل لها يعني كبوات، ولكن مع القياده السياسيه الجديده في اهتمام بالرعايه الصحيه، بناء عليه تم انشاء هيئه الدواء المصريه. الاهتمام بالرعايه الصحيه ده القى على كاهل هيئه الدواء انها توعي المواطن بالاستخدام الامن للدواء وتضمن له ان الدواء اللي بيوصل له هو دواء امن وجيد وفعال. في الاطار ده بتشتغل هيئه الدواء مع شركاء الصناعه على توفير كل البدائل المتاحه لنفس الدواء. النهارده انا بوضعي الحالي مع بدايه هيئه الدواء بقدر اوفر اكتر من 88% من احتياجات السوق المحلي من خلال اكتر من 150 مصنع واكتر من 700 خط انتاج. توطين دول يعني موجودين صناعة أولي. محلية أنا اللي صناعة بصرحة. محلية طبعا. في بقى حاجة اسمها تعميق التوطين، هنا لازم نفرق بين الحاجتين. أول حاجة مش كل الأدوية بيتم إنتاجها في نفس الأماكن. بمعنى يعني مثلا لما أقول دواء مضاد للأورام، سيادة الرئيس في افتتاح مدينة الدواء قال عايزين نوطن الصناعة، بيبقى عندنا مصانع أدوية مضادة للأورام، صحيح، عندنا مصانع أدوية هرمونات، عندنا مصانع أدوية مثبطات مناعة. الأدوية مش كلها بيتم إنتاجها في نفس المكان، وبعض الأدوية الخاصة زي اللي شرحناهم دول لازم يتم إنتاجهم في مصانع منفصلة ما تنتجش حاجة تانية. ده التوطين، إن أنا أفتح استقلالية يعني مستقلين. مكان مستقل. التوطين إن أنا أفتح مجالات علاجات خاصة ما كانتش موجودة في مصر خالص. بالإضافة إن في حاجة دايما يعني بنقراها حتى كتير على لو أي حد على السوشيال ميديا أو على جوجل، الشكل الصيدلي. يعني إيه الشكل الصيدلي؟ لما أقول أقراص أو كبسولات أو مرهم أو بخاخ، كل دي أشكال صيدلية. العلم النهاردة ما بيقفش عند إن إحنا يبقى عندنا نوع أو اتنين أو تلاتة، لا، بيفتح معايا أنواع تانية وأشكال صيدلية جديدة. وجود أشكال صيدلية جديدة ده نوع من أنواع التوطين. مصر ليها قصة نجاح في النقطة دي كبيرة جدا، اللي هي قطرات العين أحادية الجرعة. بعضنا بيستعمل قطرات عين يلاقي العلبة فيها قطرات كل واحدة لوحدها، دي جرعة لوحدها. مصر الحمد لله وشكر الله نجحت من خلال صناعة محلية، يبقى عندي 4 خطوط انتاج بكون بيهم رائد في الشرق الاوسط في افريقيا في انتاج النوع ده من الاشكال الصيدليه. فالتوطين في الشرق الاوسط، الشرق الاوسط وافريقيا، وافريقيا بقينا رقم واحد في انتاج قطرات العين واحاديه الجرعه. التوطين هنا معناه ان انا ابدا اتجه لعلاجات جديده واشكال صيدليه مختلفه. لكن ده لا يمنع ان انا عندي صناعه محليه قويه. طيب أنا عندي في 2020 و2021 بتكلم عن هيئة الدواء المصرية مع مدينة الدواء المصرية، إيه بقى التنسيق والتعاون اللي ما بينكم عشان نقدر إن إحنا يعني نستثمر هذا المجال بشكل لائق بمكانة مصر؟ طيب التنسيق والتعاون على أعلى مستوى طبعاً ما بين قيادة الهيئة وبين قيادة مدينة الدواء. إيه اللي بيحصل؟ طيب إحنا في حاجة عندنا اسمها الدعم الفني. الدعم الفني ده هو عبارة عن إن أنا بقدم دعم فني لشركاء الصناعة المحليين، وطبعاً مدينة الدواء بالدعم المقدم لها من القيادة السياسية هي على رأس شركاء الصناعة اللي بنقدم لهم الدعم ده. الدعم الفني بيتمثل في محورين كبار في هيئة الدواء المصرية، هو محور اسمه المعمل المرجعي ومحور اسمه مركز التطوير المهني المستمر. ايه المحورين دول؟ النهاردة علبة الدواء اللي حضرتك بتشوفيها عشان تنزل السوق بتعدي على مراحل كتير قوي، يمكن من أهمها الأبحاث والتطوير. عشان أعمل بحث وتطوير محتاج يبقى عندي كفاءات بشرية وعندي أجهزة وعندي خبرات. المعمل المرجعي الخاص بهيئة الدواء المصرية بيقدم ده. فالنهاردة هو بيخش في شراكة مع مدينة الدواء المصرية عشان يسهل لها الأبحاث والتطوير، يسهل لها استحداث طرق التحليل بتاع ضمان الجودة. ده أول محور. المحور الثاني مركز التطوير المهني المستمر. يمكن كانت من رؤية هيئة الدواء في البدايات أن يبقى عندي مكان بيدرب الكوادر الداخلية والكوادر الخارجية. فكرة التدريب الداخلي والخارجي فكرة مهمة قوي. توحيد لغة الحوار فيما يخص الجودة شيء مهم. حصل شراكة كاملة بين هيئة الدواء ومدينة الدواء علشان يبقى نفس الفكر اللي هو مبني جوه هيئة الدواء موجود في مدينة الدواء، فبالتالي لغة التواصل تبقى
واحدة يبقى كده الإجراءات والخطوات اللي احنا بناخدها بقت سهلة علينا، وده هو الدعم الفني اللي بتقدمه هيئة الدواء لمدينة الدواء. الناس فين بقى من كل المنظومة والتنسيق ده؟ يعني الوعي بالظبط كده، الناس أهم حاجة، الزبون أهم حاجة، زي ما بنقدر هو المستهلك أهم حاجة عندنا النهاردة هو المواطن. إيه بقى؟ طيب برضو هيئة الدواء يمكن مع بداياتها زي ما حضرتك وضحتي، خاصة كمان مع الكورونا، يعني ده برضو موضوع خلى الناس، معرفش ده شيء إيجابي ولا سلبي، بس في توعية دلوقتي أو في وعي إلى حد ما بفكرة الدواء وإزاي نستخدمه، إيه الجرعات المطلوبة وده إيه، عشان الكورونا وعت كتير جدا وخلتنا يعني نفهم شوية في الدواء. بص، الكورونا مبدئيا نقمة، ولكن هي كانت تحدي بالنسبة لهيئة الدواء. زي حضرتك وضحتي قرار مجلس الإدارة كان في 1/2020، الكورونا كان في 3/2020، فكانت تحدي لهيئة الدواء هل هننجح ولا صعب. فكان أول تحدي بالنسبة لنا هو الكورونا، هل هنقدر نوفر الأدوية المطلوبة في بروتوكولات العلاج؟ اشتغلنا مع الصناع المحليين، قدمنا فكرة جديدة، فكرة الاستخدام الطارئ ورخص الاستخدام الطارئ للقاحات وللأدوية المختلفة، والحمد لله قدرنا أن احنا نحقق قصة نجاح أن كل الأدوية المستخدمة في بروتوكولات العلاج الخاصة بكورونا موجودة في مصر وكافية لعلاج المصريين لقدر الله في حال حدوث أي مشكلة. والأكبر من كده أن احنا قدرنا أن نصدر الأدوية دي بره مصر لحد دول ما كناش بنخشها أصلا، زي الهند. يعني دايما بنسمع أن الهند هي بتصدر لنا، أول مرة كان في الريميدازفير احنا نصدر للهند. ده كانت قصة نجاح. ده ساعة موجة دلتا؟ النقطة الثانية فيما يخص التوعية. النهاردة عشان نعمل توعية أنا عندي محورين أساسيين، محور متلقي الخدمة ومحور مقدم الخدمة. فأنا بشتغل النهاردة مقدم الخدمة، ده الصيدلي الموجود في الصيدلية العامة أو صيدلية المستشفى، بشتغل على رفع كفاءة الصيدلي ده من خلال مجموعة من المبادرات. أبدأ أشتغل معاه، يمكن كانت أحد الجابس الموجودة في الفترة ما قبل كورونا وقبل هيئة الدواء إن ما كانش في حد بيشتغل على التوعية الدوائية. يعني كانت الحته دي من المناطق المهجوره. ايه بقى التوعيه الدوائيه؟ التوعيه الدوائيه ازاي اعرف حضرتك ان في حاجه اسمها ممارسات خاطئه في استخدام الدواء، زي يمكن كان عندنا فتره صغيره احنا عندنا يوميا حملات على صفحه الهيئه ايه ده egypt.gov.eg. طب ما تدينا امثله كده. حقنه البرد، استخدام الكورتيزون لعلاج النحافه. الكورتيزون لعلاج النحافه كارثه من الكوارث الموجوده، حقنة البرد بالكوارث بتاعتها، الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، لا عندنا مسكنات، المسكنات طبعا وأضرارها على الكلى والإفراط في استخدام المسكنات. عندنا حملات توعية شغالة بشكل يومي على متلقي الخدمة. لكن كنت الأول بفكر في مين؟ في مقدم الخدمة. لازم أرفع كفاءة ووعي الصيدلي اللي بيقدم الخدمة. التوعية الدوائية دي شدتني يعني عايزه الناس تستفاد منها، فقول لنا يعني ايه بعض الممارسات الخاطئه اللي موجوده في ان الناس فعلا، لان المسكنات دي الناس بتستخدمها كالبومبون يعني. طيب. وفي ناس حقنة البرد ده خطير جدا. طيب. كورتيزون ينهر ابيض، نحافه ازاي يعني؟ الموضوع ده خطير. اول حاجه تخزين الدواء في الحمام. عندنا دايما في ناس عندها اجزخانه في الحمام. طبعا دي كارثه. تخزين الدواء في الحمام دي حراره ورطوبه اكتر حاجتين بيكسروا الدواء. طب والمطبخ؟ انا بقول لك ثقافه شعب، نفس الفكره. نفس الفكره، درجه حراره عاليه معناها ان الدواء مش هيبقى ثابت. طب نخزنه فين؟ والله المفروض الدواء دي درجه حراره التخزين مكتوبه على البوابه بتاعته. بس الناس مش يعني على اقل التقديرات، خلينا ننزل كده للشارع على اقل التقديرات يعني اكيد مش هحطه في الحمام ولا المطبخ. يعني ولو الدواء مكتوب عليه انه يتحط في الثلاجه يتحط في الثلاجه، الدواء يتحط بعيد عن الضوء يتحط بعيد عن الضوء. طب ليه الصيدلي ما يوعيش المستهلك بده؟ هو ده محور توعيه مقدم الخدمه، ده اللي احنا شغالين عليه النهارده. قدمت هيئه الدواء مبادرتين كبار، مبادره 100 ممارسه دوائيه متميزه. دي شملت اكتر من 3000 صيدلي. اتقدمت كمان من هيئه الدواء كلفه حوالي 9 مليون جنيه منحه مجانيه للصيدله على اكتر من 8 مجالات، يمكن اشهرهم حوكمه استخدام المضادات الحيويه. عندنا مشكله كبيره جدا هيئه الدواء اشتغلت فيها في شهر نوفمبر مع منظمه الصحه العالميه فيما يخص الافراط في استخدام المضادات الحيويه. ده في كل الصيدليات بيبقى فيه التاهيل ده؟ طبعا النهارده هو اختياري. اصل انا يعني هكلمك من الواقع، عمري ما بشوف يعني الا قليل قوي لما انت اللي تطلب منه تقول له هل في مثلا حاجه انا لازم التزم بيها في الحفاظ على الدواء ده، فهو يبدا يساعدك، انما هو اللي يبادر بالمساعده.
هنا بقى رفع الوعي. خلينا اكلمك بصراحه، ما بنشوفهاش كتير. هنا رفع الوعي الصيدلي دايما كان في مشكله، زي ما وضحت لحضرتك ان كان في فتره فجوه ما بين الصيدلي الخاص بالصيدليه العامه وما بين ان ما فيش حد النهارده بيتعامل معاه. هيئه الدواء النهارده بتملى الفجوه دي من خلال مبادرات رفع وعي الصيادله، والنهارده بوجهها للصيادله العامه. على فكره في استجابه عاليه جدا. طب كليه صيدله نفسها عشان حتى المتخرج يبقى عنده وعي بالكلام ده. طبعا عندنا اكتر من بروتوكول تعاون حصل مع اكتر من جامعه، يمكن اشهرهم جامعه طنطا وجامعه القاهره، وفي يعني اكتر من حاجه في الطريق. في تعاون على مستوى هيئه الدواء مع وزاره التعليم العالي في المجال ده. لكن النهارده الاهم واللي انا شايف ان هو محور اساسي لازم نشتغل عليه هو صيادله الصيدلات العامه. زي ما حضرتك وضحتي ده اكتر حد بيلمس المواطن. صحيح. فانا شغال معاه النهارده. معايا خلصنا مبادره 100 ممارسه دوائيه متميزه، اشتغلنا في مبادره مع النحو دواء امن، دي خاصه باليقظه الدوائيه اللي هي الابلاغ عن الاثار الجانبيه للدواء. شغالين فيها، بداناها في شهر 11، استمر اكتر من سنه. ويعني الحمد لله اقدر اقول ان في ميزه حصل الفتره دي، احنا شايفين استجابه من الصيدلي. استجابه بتحصل على ارض الواقع. طيب هل بتقيسوا المتلقي بقى والمستهلك اخباره ايه بالتفاعل طبعاً مع الكلام ده؟ طبعا. طبعا احنا النهارده زي ما قلنا في محور مقدم الخدمه. محور متلقي الخدمه ببدا اشتغل معاه في حملات من خلال طبعا اكتر حاجه الناس النهارده بتتعامل معاها هي الفيسبوك او التواصل الاجتماعي. عندها صفحه هيئه الدواء بننزل عليها بشكل يومي معلومات، يعني مثلا عندها حاجه اسمها قاموس الدواء، التعريفات البسيطه للدواء. دي حاجه مهمه جدا. يعني ايه لما اقرا ابص على علبه الدواء او الاقي رقم الصفحه اسمها ايه بالظبط؟ صفحه هيئه الدواء المصريه على الفيسبوك. على الفيسبوك هيئه الدواء المصريه. تمام. لما نخش على الصفحه هلاقي تعريفات بسيطه خالص في قاموس الدواء، يعني ايه رقم تسجيل، يعني ايه رقم تشغيله، يعني ايه التركيز اللي على العبوه، ايه الفرق بين المثيل والبديل. يعني مثلا دي كانت من الحاجات اللي هي لا والتوعيه نفسها برضو موجوده في الصفحه طبعاً دي. طبعا ولحضرتك مثلا زي ما حضرتك كنا بنتكلم عن موضوع حقنه البرد والكورتيزون. الكورتيزون مثلا احنا بنرصد من خلال عندنا ادارات رصد بترصد الممارسات الخاطئه. ببدا اشوف الممارسات الخاطئه دي واشوف اعراضها الجانبيه واشوف مشاكلها وابدا انزل توعيه بيها. الحمد لله والشكر لله يعني لا الاستجابه عاليه جدا. والتفاعل بتاع الناس معانا في النقط دي عالي جدا. والله انا نفسي اشوف التوعيه دي اكتر في التلفزيون وعلى السوشيال ميديا اكتر واكتر، لان الموضوع ده خطير جدا. احنا شغالين على السوشيال ميديا الفتره دي كمان مع الكورونا ومع يعني المناعه واللقاحات والكلام ده كله، فاكيد التوعيه دي وقتها. شغالين بقوه في المجال بتاع التوعيه زي ما قلت لحضرتك، على مقدم الخدمه وعلى متلقي الخدمه. يعني اعتقد الفتره دي احنا بنتحرك بشكل اقوى بكتير. الحاجات الممارسات الخاطئه بنوضح للناس زي مثلا كورتيزون في النحافه. يعني اتفاجئنا ان احنا في بنات مقبله على الجواز بيروح ياخد اقراص فيها كورتيزون عشان هي تعمل حفظ للميه جوه الجسم. فتؤدي لشكل الى حد ما كويس. اعراض جانبيه كارثيه، انخفاض مناعه، سكر، ضغط، شعر في الوش، حبوب شباب، تأثر طبعا في حاجات تانية كتير. فلا مشكلة كبيرة جدا اشتغلنا عليها. بنشتغل كل يعني تقريبا كل يوم على حاجة جديدة نوعي الناس بيها. فمحور التوعية من أكتر المحاور اللي هيئة الدواء متبنيها الفترة دي. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حمادة الشريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشؤون التواصل المجتمعي، على كل طبعا المعلومات المهمة جدا اللي بتهم السادة المشاهدين، وكمان التعريف بدور الهيئة والتنسيق كمان مع مدينة الدواء وقد إيه ده شيء فارق جدا في يعني مستقبل مصر إن شاء الله الدوائي يعني. ويبقى في استضافات تانية أخرى وبإنجازات تانية أخرى إن شاء الله. يعني بشكر حضرتك قريب. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن، أشوفكم على خير بكرة بإذن الله.